حضرات السيدة والسادة، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا في مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي والتشاور بين وزارة خارجية المملكة المغربية ووزارة خارجية بروني دارالسلام. يوقع كل من السيد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد داتو إريوان بهين يوسف وزير شؤون الخارجية الثاني لبروني دارالسلام. مرحبا، أنا اليوم سعيد باستقبال أخي وزميلي الوزير الثاني الخارجية لجمهورية لبروني دارالسلام سعادة داتو إريوان يوسف الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. هذه الزيارة عندها واحد الخصوصية لأنها أول زيارة ثنائية يقوم بها وزير خارجية بروني إلى المملكة المغربية منذ إقامة العلاقات هذه 35 سنة. العلاقات بين بلدينا هي علاقات قوية ومتينة، قائمة على التضامن وقائمة على التشبث بما يجمعنا وخاصة الديانة الإسلامية. علاقتنا تقوم كذلك على علاقة جيدة بين جلالة الملك محمد السادس وجلالة السلطان حاجي الحسن البرقية سلطان بروني دارالسلام. هذه العلاقة بين العائلتين الملكيتين هي واحد العنصر أساسي لتطوير العلاقة وعنصر أساسي لتعزيز هذه العلاقة الثنائية. بحال اللي قلت، هذه 35 سنة باش درنا العلاقات الثنائية، وحققنا فيها مجموعة ديال النقاط الإيجابية سواء من خلال فتح سفارة بروني دارالسلام بالرباط، سواء من خلال التنسيق واللقاءات اللي كنا كنديروا على هامش الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكان عندنا آخر لقاء في نواكشوط هذه بعض الأسابيع، وكذلك من خلال دعم مجموعة من الأنشطة خاصة في مجال التكوين، حيث أن المغرب كيعطي سنويا 5 المنح لطلبة من بروني دارالسلام. اليوم خلال هذه الزيارة اللي هي زيارة مهمة بحال اللي قلت لأنها الأولى من نوعها، هناك رغبة بأننا نمشيو في إطار التوجيهات ديال جلالة الملك وديال جلالة السلطان لإعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات الثنائية. ما وقعنا عليه اليوم غيخلينا نهيكلو ونبداو مشاورات سياسية بين الوزارتين الخارجية البلدين لمناقشة القضايا الثنائية ولكن كذلك القضايا الإقليمية والدولية. وكنتمناو أنه في الأشهر المقبلة نعقدوا أول دورة للمشاورات السياسية بين البلدين. الزيارة كانت كذلك مناسبة باش أننا نحاولوا نشتغلوا على مضمون اقتصادي لعلاقتنا الثنائية، سواء في مجال الاستثمار، وكنعرفوا الأهمية ديال الاستثمارات ديال بروني دارالسلام في العالم، أو في مجال التعاون القطاعي في مجالات بحال الأمن الغذائي، السياحة وغيرها. كذلك غادي نعزو في مجال ديال التبادل الطلابي، والمغرب غادي يرفع عدد المنح اللي كيعطيها البروني من 5 إلى 10 منح انطلاقا من السنة المقبلة. وكذلك غادي نشتغلوا على تهيئة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات اللي هي موجودة في المجال الاقتصادي وفي المجال ديال التعاون التقني.
كيجمعنا انتماءنا لمنظمة التعاون الإسلامي، وكيجمعنا تصور متقارب للإسلام المنفتح الذي يجب الترويج له على المستوى الدولي، وكيفية مواجهة حملات اللي كتواجه الديانة الإسلامية. كذلك غادي كنعتمدوا كثير وكنشكروا ونثمن الدور اللي كتقوم به بروني دار السلام لدعم الشراكة بين المغرب ومجموعة آسيان. بحال اللي كتعرفوا المغرب بدا هذه واحد تقريبا 13 سنوات واحد المسلسل للتقارب مع آسيان، وقعنا على اتفاقيات وحضينا بواحد الوضع ديال شريك للحوار. اليوم بغينا نمشيو الى مستوى اعلى في علاقة المملكة المغربية مع آسيان، وكان دائما بروني دار السلام من الدول الداعمة وبقوة لتطوير الشراكة بين المغرب وهذه المجموعة الاقتصادية والسياسية المهمة. تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية واللي كان فيها يعني نفس المقاربة ونفس التصور. المغرب من منطلق رئاسة جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس عنده مسؤولية في هذا الملف، وعنده كذلك دور للحفاظ على الهوية الإسلامية والهوية العربية لمدينة القدس. تحدثنا كذلك حول قضية الصحراء المغربية، وإحنا كنعرفوا المواقف الداعمة لبروني دار السلام، وشكرت السيد الوزير على هذه المواقف الثابتة والإيجابية. إذن فانطلاقا من هذه الزيارة غادي نوضع واحد برنامج عمل للعلاقات الثنائية، وغادي نحاولوا أننا نترجموا من خلاله رؤية عاهلي البلدين لعلاقات، ماشي فقط علاقات صداقة وعلاقات أخوة وعلاقات تضامن، ولكن أيضا لشراكة ذات مضمون اقتصادي مهم، ولحوار سياسي وتنسيق سياسي في كل المحافل الإقليمية والدولية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.